مساء الخير، آخر حلقات الأسبوع البوصلة. امبارح وقفنا في النقطة أو في شرح النقطة السادسة، تغيير المناخ العام، وشرحته باستفاضة يعني إيه مناخ عام يصنع إرهابي، أنا آسف يصنع متطرف، وشرحت الفرق ليه المتطرف أشد بأسا من الإرهابي وأكثر ضررا من الإرهابي. وقلت في نهاية الحلقة إنه في أسلوب من الأساليب اللي هقولها مهم جدا، البلاد العربية متناسية تماما، وبعض يسموهم ايه مدعين حقوق الإنسان، مدعين حقوق الإنسان يعني بيعملوه زي فزاعة، إن الغرب ما بيمنعش حاجة وممنعش فكرة وممنعش كلام وممنعش، وطبعا ده ناتج عن حاجتين، إن هم مدعين، أنا ما بقولش كل، مدعين إن هم جهلة حقوق الإنسان، وإن هم مدعين طبعا، وإن هم ما عندهمش فكرة عن الغرب، يعني أقصى ما هناك بيروح يقعد يومين ثلاثة سياحة ويرجع، فده الغرب بالنسبة له، الغرب غير المعيشة الطويلة أو الدراسة، إيه اللي بيحصل والناس دي إزاي بتتقدم، يعني اللي عايز يعرف. فتعالوا أديكم المثال بالغرب، وليه أنا هبتدي بالمنع رغم إن في وسائل تانية هقولها دلوقتي. المنع، واحد يقول لي وفي أصلا حاجة اسمها منع فكرة؟ في، بس إزاي فكرة المنع تتنفذ؟ شوف، ودي لها علاقة بالنقطة اللي بعد كده عامة، بعد ما نخلص المناخ العام، حاجة ليها علاقة بالدولة والقوانين، أي دولة عايزة تواجه التطرف. شوف يا عزيزي، معلش هدي مثل تاني بالنازية، ما هو مفيش غيره كتوأم للإخوان، وكمان نهايتهم إزاي غير الإعدامات اللي يا رب نحصلهم فيها، يعني يا رب نقلدهم كده، إنما إزاي مواجهتها اجتماعيا. النازية فكرة كانت بتداعب الخيال الألماني في أخص خصيصة لي، يعني سموه ورقيه وعقلنته وعن باقي الأجناس، متوافقة بين قوسين مع شوية أحداث تؤيد ذلك. خلاص، يعني ايه تؤيد؟ هتلاقي علماء كتير قوي 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 من اللي فادوا البشريه اصلهم المان، فهم زي ما تقول الظروف ساعدتهم انهم يقولوا ايوه احنا الافكار اللي بيقولها هتلر دي، ايوه احنا، ان احنا احسن من غيرنا بالعموم وافضل من غيرنا بالعموم، اللي هو الجنس الاري. وطبعا ليها علاقات جيوتاريخيه وجيوجغرافيه، انهم الاريين كانوا اللي هم جرمانيا القديمه، وقصه كده مفضلين يعني، وخصوصا انها كانت عصر ما قبلها تنازع بين الاثنيات العظيمه والعريقه في اوروبا. فبعد كده تطورت الحكايه اللي احنا نقتل غيرنا، نقتل دول اللي دخلاء على المانيا، طبعا ساعتها المانيا النازيه، عشان بيبوظوا لنا العرق الاجتماعي والتقسيمه الديموغرافيه. فبدا يعمل كده لعداء ما مع اليهود سابق في قصص تخص طفولته وشبابه، ومشيت الناس معاه. خلصت النازيه بهزيمه الحرب العالميه الثانيه، واتعدموا القاده في نورنبرج 46 ل 48. اتبقى مين بقى؟ اتبقى الناس اللي مؤمنه بالفكره، من غير ما يقتل ولا يحرق ولا يعمل اي حاجه، بس انا نازي، ايوه انا الجنس الاري، انا احسن من غيري، انا ما بحبش الدخلاء، ما بحبش المهاجرين، ما بحبش السمر، ما بحبش حد. جميل. ازاي المانيا بقى وصلت لالمانيا اللي احنا فيها دي؟ انها واجهت الامور دي اجتماعيا، واجهت الفكره النازيه اللي هو دلوقتي احنا يعني تباسطا بنسميه يمين اليمين المتطرف، يعني اليمين العادي الاوروبي اللي هو ضد المهاجرين و ممكن يقبل كلامه في نوع من فكره خيراتي تيجي لنفسي وكده يعني، والحفاظ على سمو اللغه يعني كده. حتى في فرنسا، يعني فرنسا الباريسيين ليهم اكسون بالفرنساوي، لهجه يعني بيعرفوا غيرهم في خلال 3 ثواني، حتى لو هو منقوع متربي في فرنسا يعني يقول لك انت مش باريسي، فخلاص انت كده نزلت درجه، بس طبعا ما بيأذكش بيها، لكن يقول لك يعني اتكلم فرنساوي زي ما انت عايز، بس مش ده الباريسي.
فبدات الالمان بالمناسبه اساتذه علم اجتماع بقى وقصص كبيره من نهايه الاربعينات وبدايه الخمسينات اللي بيسموها برامج الاصلاح وبرامج التحديث بمشاركه عشان نكون برضو واضح الولايات المتحده الامريكيه يعني امريكا ساهمت كتير جدا في المانيا الحاليه فكريا. نرجع للموضوع. قاموا بقى الالمان عملوا برامج توعيه واجناس الاخرى وكلنا على راينا ولا تسعه بس بشكل اكاديمي وماذا يفيد من اختلاط الاعراق وبرامج عن الطائفيه والبرامج عن العرق والاثنيه كل اللي انت عايزه في المدارس والجامعات والتلفزيونات على ما كان ايام. اتبقى حاجه اتبقى انه الناس مش هتستجيب في ناس مجموعه يعني الموضوع قل بس في مجموعه ما فيش هنا ما فيش انا لازم اكون امهق ابيض اخضر كلي عشان ابقى الماني اي شكل فيه كافيه اوليه كده الوان غريبه يبقى مش مني انا لازم اكون مسيحي كاثوليك وفي منهم بروتستانت كتير المهم يهودي مسلم بتاع لا انا لازم ما اكونش عربي انا لازم ما اكونش كذا المهم يعني المجموعه اللي اتبقت دي بقى لسه بتحب العراقه التي كانت بقى في الفتره النازيه عندهم هم حاجه اسمها الصليب المعقوف يعني صليب عادي ملوش علاقه بالديانه المسيحيه بس شكل الصليب يعني بس متني في الاخر كده ايد ورجل كده ففضلوا يرسموا بقى الصليب المعقوف ده وبتاع فبدات المانيا تتخذ من نهايه الستينات لما عملوا السور ملوش علاقه بقى بالالمانيا الشيوعيه المانيا الغربيه يعني الويست جيرماني اللي هي دلوقتي بقت المانيا الموحده بدات تتخذ برامج لازم تدرس منها الملاحقه والمنع يعني ايه منع منع الفكره اصلا لا يا فندم عايز تخلي فكره في قلبك حبيبي بس اياك اياك بصوا بقى الحريات الفظيعه لا في حدود وكان دايما في مفكر فرنسي عظيم عظيم وان كان استطرادي يعني اسمه ميشيل فوكو ميشيل فوكو كان عنده مشكله كان بيقول ازاي الحريات تقنن بالقانون الكلمتين ضد بعض ازاي كلمه حريه وازاي تقولي القانون بيحد الحريه اللي انت عايزها وكان ميشيل فوكو ما كانش عاجبه حتى الحريات الاوروبيه رغم ان هي سقفها عالي جدا والحقيقه ان ميشيل فوكو ينحو في هذا النحو انه عايز فوضى فوضى هو في نظره الحريه معناها حريه انا ما حدش يقول لي بعمل ايه على الاطلاق على الاطلاق في اي حاجه والحقيقه ان هو محتاج يراجع نفسه هو مفكر عظيم ومات طبعا لكنه يعني دي مش حريه فالحريه نعم واسعه جدا لكن يحدها سور القانون بس انا مفضي لك مساحه كبيره اكبر من بلادنا العربيه وده بطبيعه الحال يعني. نرجع لموضوع فايه بقى المانع؟ قال لك لا تعالى بقى حبيبي انت عايز تفضل مؤمن بالفكره بعد كل برامج الاصلاح والتوعيه والدكاتره النفسيين والمدرسين والجامعيين اللي انا قلتها لك ولسه انت حبيبي مؤمن ان انت الجنس الاري اللي ما حصلش؟ طبعا قيس عندنا هنا لسه انت المسلم اللي لازم دماءك لا تتكافئ مع التانيين؟ ولسه انت الاخواني اللي قايم تقيم شرع الله والجهاد كله وانت زي ما كان حسن البنا المجنون بيقول لهم انتم من صحابه رسول الله مش مثل صحابه رسول الله بصوته على فكره انتم صحابه رسول الله جنون كامل برضو مش ده موضوعنا عايز بقى تؤمن بالافكار دي يا جميل اؤمن بس اياك وحسك عينك وحاول ما تحلمش تعبر عنها تعبر هتقول لي حرية التعبير لا يا حبيبي في ألمانيا الآن ودي العلاقة الأسبوع الجاي أقول لكم مجموعة القوانين دي في أغاني كانت بتعبر على الفترة النازية بعضها أغاني حماسية والجو ده وبعضها أغاني ما يسمى الآن ديس ميتال ميتال اللي بيشغلها مش بيشغلها اللي بيشيرها دلوقتي سنة 2019 في ألمانيا إله الحريات بيشيرها على تويتر او فيسبوك بيشهر اغنيه عجبته اغنيه ديس ميتال قديمه ايه ما حدش حاجه عندي ما مش مكتوب فيها هتلر ولا مكتوب فيها انا الجنس الالي مش مكتوب فيها حاجه خالص اغنيه رازع كده كتير وكويسه قوي بيتقبض عليه حدش قال له بقى قمع حدش قال له المختفي قسري حدش قال له اي حاجه عشان يا حبيبي اصل انا بشوف اهالي دلوقتي يقول لك ابني انا ده ولد ده اهبل
ده طول الوقت بيتكلم في الكوره وبيحط اغاني. لا يا حبيبي انت ما شفتش تعليقاته في المانيا بالتعليقات كده بيتقبض عليه. ايوه ايوه وعلى فكره في غير المانيا، بس المانيا المثل الحي القوي قوي. انا بحب السيستم الالماني اشد من غيره حتى في اوروبا الغربيه. فاه يا حبيبي تعليقات ابنك اللطيف الظريف صاحب ال 18 عام ده ان ما قتلش اصلا وعمل عمليه بقى وخد قراره. انا بكلمك على المتطرف بس، مش زي العيال بتاعت النائب العاب مثلا يقول لك دول صغيرين بيعدموا شباب صغيرين. طب يا حبيبي الصغيرين قتلوا، قتلوا بعد ثلاث اربع درجات تقاضي اتاكدنا انه قتلوا. احب على راسهم مثلا عشان عندهم 24 سنه. شخص كامل الاهليه لازم يتعاقب. ايه مالك؟ انزل بقى شويه. طب هو عنده 24 سنه بس قاعد في البيت جنب مامي بس بيكتب كلام شر كله، تمام؟ عامل لايك في 500 صفحه جهاديه واسلاميه. لايكات شغاله على تحيه داعش واللي عملها وتسلم الايادي على اللي عملوه في سينا عندنا. وقاعد في بيتهم عادي في منطقه ما مع مامي وبابي. فهم ماما بيبي لما يجي يتقبض على الواد يقولوا بقى وبتاع والقهر والحريات. لا يا حبيب مامي وبابي ده لازم يتقبض عليه حتى في اعتى الدول الديمقراطيه حريه. خدش بالك انت. تاني المانيا بتقبض على اللي بيشيروا اغاني. لو كتب بقى راي دخل كده راح كاتب تويته او معلق عند حد او عامل ريتويت لراي بقى راي مقال بالكلام زي ما احنا دلوقتي بنقول ايام الخلافه كده بالظبط. لما كنا ملوك البتاع والاندلس اللي راحت من راحت مننا يا ابني انت احتلت الاندلس فطردوك انت زعلان ايه ده؟ خلاص؟ ايه الخلاصه؟ الكلام اللي حضرتك بتقوله هنا عادي مش تتقبله شايفه من اول الرسميين بتوع لحد العيال اللي على النت بتاع الخلافه وهعمل واذبح ومرتدين وزنادقه والجو ده واعداء الاسلام. ما هو ده المناخ العام اللي هشرحه دلوقتي. الكلام ده بره تتحط في السجن على طول بمحاكمه قانونيه. وانا هقرا لكم الكلام ده الاسبوع الجاي بمواد واضحه صريحه. ليه؟ لان انت اللي بتعمله ده يا باشا اكتر من القتل. انت بتشيع الكراهيه والحقد والغل والتحريض في المجتمع. وده بقى وقود كل شيء يطلع منه. حتى الكلام في يعني في الطبقات المالية في أمريكا بيجرم. طبعا أمريكا ما عندهاش بقى نازية بس عندها حاجة تخاف منها كده زي النازية وأكتر. قول لي بس أمريكاني معدي كده كوميونست شيوعي قول له هنعمل حزب كوميونست هيقول لك حبيبي الحريات دي هناك بقى عند السيد الوالد. إنما احنا أمريكا الحرية الفظيعة ما عندناش حزب شيوعي ومش هيكون. ليه؟ هي كده. أنا رب الرأسمالية في العالم، أسمح بحزب شيوعي؟ إذا نتعلم إيه بقى؟ إن المنع جزء لا يتجزأ من مواجهة أي مرض اجتماعي في بلد ما مهما كانت بلد من بلاد الحريات. فما بالك يا ولداه يا حسرتاه بلادنا المنكوبة بدول بنفس الأفكار وأسوأ وأسود وأشد قتل وزندقه وتكفير ورده وجيوش مرتده وحكام ومحكومين ومن لم يحكم انزل الله وكلام التراث وكلام الجديد وكلام العفاريت كلهم واخوان مسلمين وبتاع وعبد الناصر قتلنا والسادات عملنا ورابعه وما بعد رابعه ادبيات البكائيات اللي هم بيتمثلوا فيها بكايات الحسينيات. لكن على الاقل الحسين قتل مظلوما. اما انتوا القتل الظالمين بنعمل معاهم ايه يا فندم؟ ولا حاجة ولا حاجة. يعني زي ما بقول لكم القرار بتاع السيد وزير التعليم المحترم طارق شوقي أتمنى يبقى أول مرة حقيقي بتواجه تطهير. دي جماعة إرهابية بالقانون؟ آه تعالى أي واحد مش منتمي ليها ما هو بيطلعوش كارت مساء الخير يا إخوان المسلمين. لا طبعا بس بيشير كلام بيجيب خطبة لمش عارف مين اللي كان بيسموه رئيس ده وبتاعه بيقول بكائيات رابعة ولا حاطط علامتها ولا في السجن على طول. هتقول لي دي مش حريات؟ هقول لك بص لألمانيا وأمريكا ولا كلمة بقى اسمعها منها. على كلمة بتشيرها بتدخل محاكمة.
لان مش مسموح لك تشيع هذه الافكار الشيطانيه في المجتمع. المهم هطلع فاصل ده وارجع. رجعنا لكم. بص بقى، فالمانيا بقى العظيمه والبتاع دول مثلنا وهم دول قبلتنا الحقيقه يعني. فحد يقول لك بقى هنا المنع، يا ريتنا بنعمله اصلا حضرتك، يا ريتنا بنعمله. انا بقول لك بس اول مره الدوله تتخذ قرار بالتطهير الحقيقي لهذه الفئه الضاله الشيطانيه الملعونه. لان هو لا مصري يا حبيبي ولا مؤمن بمصر، واديكم شايفين اللي بيحصل في سوريا. اخوان سوريا بيعملوا ايه؟ بيأيدوا المغتصب الفاشي أردوغان على بلدهم. وأنا قلت لكم ده أول أسبوع خطبة، تعال المنع. أنا بتكلم بس على المنع، في مليون طريقة أو هنحدد منهم طرق، لكن المنع يا جماعة أهم حاجة. الغرب بيعمله لأن في مجموعات ما بيجيش معها لا الإقناع ولا البرامج ولا الإصلاح ولا العلاج النفسي. العلاج النفسي ما بيجيبش معاهم، ولا التهدئة ولا السلام الاجتماعي ولا المصالحة الشاملة ولا كل الأسماء اللي انتوا سمعتوا عنها عن بلد عايزة تلتئم. مجموعة من الشياطين، شياطين حقيقي. طب يا حبيبي تعالى حط بقى الفكرة في جوفك كده في بقك وما تطلعهاش. لكن انت عندك هنا يا دوب بتلم اللي قتلوا على اللي عملوا، وتيجي بقى تلم اللي بيحرضوا وبيقولوا وبيعملوا، لا انت تبقى ضد الحرية. طب الغرب ما تبصوله. وتعالى بقى اقولك المنع يسري على ايه. العقوبة الإدارية والمنع والقانونية والجنائية حتى هتلجم الآخرين عن الكلام لو لسه فيهم يعني الروح. حلو. وتعالى أقولك بقى المدرس يرفض ويمنع، الجامعي أستاذ الجامعة يرفض ويمنع، ممنوع الأول، بمعنى ما تكتبش، مش من حقك زي ما أنا قلت، مش من حقك تبدي رأيك. أبدأ بقى وبالاتجاه ده تعالى بره، روح بقى خليهم يتعلم عندهم. المنع بقى يسري على كل الروافد اللي اتكلمنا فيها امبارح. خطب، طب هقول لك دلوقتي بره مصر اللي هو انا مش مسيطر عليه، هقول لك ليه حل برضه. شوف التانيين بيعملوا ايه. خطب، جوامع، مواعظ، دروس، لازم كله بتحت السيطره. وانا هوديكم مثل عكسي. رغم تحيتي الدائمه للسيد وزير الأوقاف، لكنه لسه الأمور طبعا يعني مصر بلد كبير والأزمة قديمة فخارج عن السيطرة. فتاوى على الأقل الأماكن الرسمية، طبعا الأماكن الرسمية واحد يقول لي دار الإفتاء وصفحة المؤسسة الرسمية، لا لا، الرسمية هي الحاجات زي ما احنا كده في صحيفة بتكون مضرة فبنعمل لها بلوك ما بتعرفش تدخلها، كل المواقع اللي بتطلع من مصر. انما ما يهمنيش المؤسسه، رغم ان الكلام في النص في المؤسسه فيه اسئله واجابات يا ويلي، وبالذات قديمه اكتر من 10 سنين او اكتر. لكن انا يهمني كل مواقع تحت السيطره المصريه تمنع. المنع انا هنا بتكلم عن المنع. بتكتب الحاجات دي في الدين؟ اه، مع انه يطلع لك موقع لطيف ظريف فيه شيوخ انت عارفهم اسمه انا السلفي، فرحان قوي. طب يا حبيبي خليك انت السلفي مش انا. اقرا بقى انا السلفي كده كل حاجة. لأن الروافد دي بتجيب لك إيه؟ أنا لسه ما اتكلمتش فيها بقى، الروافد وكل بيجيب لك إيه؟ إيه الأفكار؟ كله بقى. فأنت افتح موقع أنا السلفي، هل ده أنا بديك مثل ها؟ بيطلع من مصر والشيوخ اللي أنتوا عارفينهم، هل قال لك قوم اقتل؟ أبداً. قال لك الجهاد؟ ما حصلش. قال لك الخلافة نرجعها؟ ما فيش. فأنت بتطمن على كده تمام؟ لا، الأفكار اللي بيقولها أسوأ وأشد وأسود، لأنه يكفي أنه يخليك. أنت عارف فتوى واحدة من تسمعوها اللي هي بتعتبروها أنتوا فولكلور دلوقتي، ما تعايدش المسيحي لأنه مش عارف إيه، فتطلع المؤسسة التانية تقول له لا إحنا نعادي المسيحيين بقى. ده الحوار ده تحريض مرعب. تخيلوا أنت في الدول اللي بتكلم عنها دي، انه يطلع حاجه معرفش ايه بقى عندهم، مفيش بقى فتوى، قرار مثلا من جهه انه الموظفين البيض ما يسلموش على السود.
يا خبر ابيض، عايزه دوله، قوانين، قرارات، منع، جرف للتيارات دي فكريا، برامج اصلاحيه، قفل هذه الروافد. كل ده ينتج عنه هواء نقي نتنفسه فيغير الوضع المجتمعي، مش هقولك اجيال قادمه يغيروا في الاوقات اللي احنا فيها. يا رب نعمل اي حاجه من ده. لسه القصه اللي فيها نقط مهمه جدا هنكملها الاسبوع الجاي. اشوفكم الاسبوع الجاي ونكمل يوم الاحد.